الجزء اللي انا يعني حابب ان انا اقوله لحضراتكم، ان انا طبعا كبدايه بتواجه يعني حبيت ان احنا طبعا في مجلس الوزراء وجهنا خالص التهنئه والشكر لابطال مصر اللي شرفونا في الاولمبياد، ايضا احمد الجندي وساره سمير ومحمد سيد اللي حصلوا على الميداليات الذهبيه والفضيه والبرونزيه. والحقيقه عمليه اعداد بطل اولمبي دي بتتطلب جهد وعمل كبير جدا وشاق على مدار السنين. انا طبعا متابع تماما ان الشعب المصري كان تطلعاته ان احنا نحصل على عدد اكبر من الميداليات، ويمكن التصور اللي كان معروض المبدئي قبل هذه الدورة ان احنا كنا نحصل على عدد في حدود 6 إلى 8 ميداليات بالفعل، ولكن يمكن طبعا يمكن هناك كان عدد من ابطالنا اللي ما ربنا ما وفقهمش في هذا الموضوع، ويمكن نتيجة لي يعني تساؤل الشارع الحقيقة كان هناك توجيه فوري من فخامة الرئيس لمجلس الوزراء وللسيد وزير الشباب تحديدا بعرض تقرير شامل عن أداء كل الاتحادات اللي شاركت في الأولمبياد بغرض التعرف على أين كانت أوجه القصور، وأيضا إيه اللي ممكن نعمله علشان يبقى إن شاء الله في الأولمبياد القادمة يبقى مصر تحقق مكانة أكبر بكثير من اللي احنا يعني موجودين فيها واللي احنا كنا كلنا نتطلع عليها. فالحقيقة التوجيه للسيد وزير الشباب انه بيعمل دلوقتي حاليا تقرير شامل بالكامل، وده عشان حضراتكم تبقوا عارفين ايضا بمشاركة العديد من الهيئات الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، علشان يعني نشوف ايه اللي حصل وايه اللي كان لو كان هناك قصور وايه اللي كان لو كان هناك قصور من اي مسؤول علشان نقدر ان احنا نحاسبه في هذا الامر. فانا بطمن حضراتكم في هذا الموضوع، وبالتالي بيتاخد دلوقتي الاجراء لاعداد التقرير الشامل في هذا الشأن.